بعد أن لقبها المتدينون بالعاهرة والوقحة، وبعد أن طلبوا منها الجلوس في آخر الباص أو الحافلة، قررت جندية إسرائيلية ابنة 19 دخول عالم الأزياء والعروض بعد الإهانات التي تلقتها من عشرات المتدينين في إسرائيل. هذه الجندية وقعت عقدا جديدا مع شركة إسرائيلية للأزياء، وقامت بتصوير صور جديدة بزي عارضات الأزياء. هذه الصور الجديدة للجندية أثارت حفيظة الكثيرون من المتدينين الذين يدعون بأن هذه الجندية والشركة التي تعمل معها تقوم بصور مغرية ومستفزة للمجتمع المتدين في إسرائيل.